تلعب العشية في الدار مع أختها مريم كما باش نسميوها وأخوها الرضيع. الخمسة متاع العشية روحت أمها من الخدمة، لكن الغريب تلقى ولدها الصغير قدام الدار ومريم ورؤية ما فماش. قايق وتعرضها مريم بنت 16 سنة تلوج على أختها، قالت أنها خليتها تلعب قدام الدار من بعد خرجت ما لقتهاش، هذيك علاش قعدت تفركس عليها. ودي البيبي نلقى في الشارع البر، ونلقى جيك تطيس تأكل في طرف الجيج البر، نلقى الخضرة مفرطة ونلقى الدنيا كما هي، ولقيت لها رؤية ديت النادي يا رؤية يا رؤية يا رؤية، ما لقيت حد. طلعت للجيران نسهل فيهم من جار الجار اللي هذه يقولي ما جاتنيش، ليه كيكة براجع ونلقاها في الناج من هكا ناج شرقي شرقي. قلت له وين كنتي؟ قلت له كنت نلوج على رؤية. وين هي أختك؟ قلت لي راي نلوج عليها ما لقيتيش. وانت وين كنتي؟ قلت لي كنت حدا عمي نسهل على رؤية ومشيت. الناس الكل في المنطقة سمعت باختفاء رؤية وبدأت عمليات البحث عليها، لكن ما لها حتى أثر، لا في البلايس اللي مستنسة تلعب فيهم ولا في حتى دار من ديار الجيران. السبعة ونص متاع العشية بوها علي كما باش نسميوه وخطيب بنته أحمد كما سميناه علموا الوحدات الأمنية باختفائها. الأبحاث بدأت والتحريات بدأت على خلفية معناها فقدان الطفلة الصغيرة رؤية ذي اللي عمرها 4 سنوات. دونك منطقة كاملة فزعت، منطقة المتبسطة هذه على مشارف مدينة القيروان فزعت وخرجت الناس كل تلوج بعد ما تم إبلاغ الوحدات الأمنية إنه الطفلة هذه تقريبا عندها 4 أو 5 ساعات ما رجعتش للمنزل متاعها. دونك الوقت هذاك فما شكوك معناها تحوم حول اختفائها وربما عملية صارت لها، هذاك علاش الوحدات الأمنية معناها متمثلة في مركز الحرس الوطني الشمالي بالقيروان هما اللي باشروا التحريات وهما باشروا عملية البحث على الطفلة ذي. في الأثناء العائلة ما سلمتش وقعدت تلوج مع الوحدات الأمنية، والفرضية الأقرب في ذهن الناس الكل أن رؤية خطفت من قدام الدار وهي تلعب من عند شكون غريب. نص الليل ودرجين وعلى بعد قرابة 200 متر من دارهم باش يتم العثور على شكارة مربوطة بتل ومحطوطة في أرض يرميوا فيها أهالي المنطقة الفضلات. الشكارة هذه فيها رؤية بنت 3 سنين ونص مفارقة للحياة. حسب المعاينات الأولية جثة رؤية كانت تحمل آثار عنف في وجهها رأسها وبدنها. العائلة ترجح أنه اللي صار لبنتهم ينجم يكون بسبب بونتوات، لكنهم ما يشكوا في حتى شخص ولا عندهم مشاكل مع شكون. رغم هذا الوحدات الأمنية بدأت تحقق في وفاة رؤية مع كل أفراد العائلة، البو، الأم، الأخت والخطيب. سويعات ومفاجأة كبيرة باش تكشفها مريم بنت 16 سنة خلال سماعها. مريم تقول أنها تخبي سر من مدة طويلة، سر ما عادش تنجم اليوم تزيد تخبيه. تقول مريم أنه بوها علي متعود بمفاحشتها وكان ديما يخوفها باش ما تعاود حتى شيء لأمها. قالت في مقام أول معناه أنه والدها كان في السابق يقوم بعملية اغتصاب لها وكان في السابق يعانف فيها، هناك معناها قاد التحقيق تخلي في عملية متاع الشك وتاع توجيه تهمة. اعترافات خلت علي البو في دائرة الاتهام فيما يخص وفاة بنت رؤية، هذاك علاش تم إلقاء القبض عليه مباشرة. وتواصلت في الأثناء سماعات مريم وتواصلت تفاصيل الرواية اللي قالتها. مريم اتأكد أنه نهار الحادثة سمعت حس دخلت للبيت تلقبوها في حالة ارتباك كبيرة ورؤية في الفرش فاقدة للوعي. في الوقت هذا اطلبوها منها باش ما تحكي لحد علي شافته، وهز رؤية حطها في شكارة طلعها في الكاميونة وقال لبنته مريم
أنه باش يحط الشكارة ببلاصة بعيدة وخرج. مهدت معناها خليني نقول القضية في اتجاه والدها، قالت راني دخلت معناها للغرفة نسمع في ضوضاء معناها حرفيا، من بعد حليت الباب ودخلت نلقى شقيقتي جثة هامدة راهي ما تتحركش. سألته قال لي لابس عليها أختك وكذا، إجا تونا نهزهم بعده. حبيبي اللي بجاوش، أنت تبعت هذه القضية وتحولت للقيروان وين صارت ومختلف الأماكن فيها تنشوفوها، أما شو حكاية هالرواية الأولى هذه اللي تقالت في القضية؟ أولاً حمزة ثلاثة تهم ذكرتهم مريم خلال الاعترافات نتاعها. أول حاجة تقول بابا قام باغتصابي، ثاني حاجة تقول بابا قام باغتصاب أختي الضحية رؤية، وكيف كيف تتهم بها أنه هو اللي قتل أختها. مباشرة حمزة بعد الأبحاث هذية وبعد السماع هذية تم إيقاف البو، وكيف كيف صاروا عدة اختبارات طبية وفنية للبو لمريم وللضحية رؤية. اختبارات حمزة مختلفة، منها اختبارات على ملابسهم، على أجسادهم، على مسرح الجريمة، على أظافرهم. وبعد 5 أيام حمزة طلعت نتائج الاختبارات هذه، الاختبارات اللي باش تكشف مفاجأة. أولا الاختبارات تقول أنه مسار حتى اعتداء جنسي على مريم، كيف كيف مسار حتى اعتداء جنسي للضحية رؤية، وكيف كيف حمزة كما باش نشوفوا الشيما هذه اللي عنا، التحريات أثبتت أنه البو وقت وقوع الجريمة كان متواجد مشي بالكاميون متاعه لمنطقة البشاشمة، قعد قرابة نص ساعة بدل عجلة الكاميون ورجع للقرية اللي صارت فيها الجريمة، وبالتالي تم إطلاق سراحه لأنه مبدئياً خلينا نقوله ما عندوش علاقة بالجريمة اللي صارت ساعة الجريمة. وكانت هذه الرواية الأولى فقط، وبعدها ستتعدد الروايات. في سماع آخر مريم باش تعطي رواية جديدة، تقول أنها فقدت أختها اللي كانت تلعب قدام الدار، فطلعت للسطح تلوج عليها، تلقى رؤية فاقدة للوعي، حاولت تفيقها كيف ما فقدتش، خافت من أمها وبوها فحطتها في شكارة وبعدتها عالدار، خليتها وروحت. رواية ما صدقوهاش الوحدات الأمنية وخليهم يبدأوا يشكوا في مريم نظرا لتضارب أقوالها. هذاك علاش تم الاحتفاظ بها هي وخطيبها اللي كان يتردد ديما عالدار. مريم باش تحكي رواية رابعة بتفاصيل جديدة. تقول أن أمها متعودة تضربها وتقوم بتعذيبها، وكانت تحايل مع صغارها الأربعة الأخرين وتدللهم في الوقت اللي كانت صعيبة معاها هي، بما أنها ما هيش أمها البيولوجية، لأنه أمال كما سميناها تزوجت بعلي بعد انفصاله على طليقته وقت اللي مريم كان عمرها 6 سنين. خديت الرجل هذايا اللي نعرف يعرفني حكاية 10 أيام تك 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 في صاب الشرطة على جال بنية، حبيت نربيها ونعمل فيها الخير ونربح فيها ثواب عند ربي. خديت وجا خطبني في الضات اللي مش نعرس بيه الرجل الأخر، عرست بيه الرجل هذايا معناها اللي ما خديته. عرست كي كريت لها روبه عروس لي، انا كريت لها هي روبه عروس جد حمويه حب ياخذها مني معناها ربي عنده ما بيتلوش، حبيت الرب انا تعطي. قلت له انك خديت ولدك خديتوش على جال، وهو خديته على جال باش ربي لبناي. حسب كلام مريم من وقتها بدات معاناتها مع مرت بوها. كيما نعامل في اخواتها كيما نعاملها هي، وهي اكثر من اخواتها لان هي كبيره، يعني نعملها هي أكثر من وهي صاحبتي، هي أختي، هي بنتي، هي بكرتي، هي كل شيء في حياتي. مريم اعترفت أنها هي اللي قتلت أختها بسبب غشها من مرت بوها، تعاركت مع أختها ضربتها وعن غير قصد جاء راسها على الحيط، وكيف ريتها فقدت الوعي حطتها في شكارة وخرجتها من الدار. بعد الاعترافات هذه صارت مكافحة بين أمال الأم ومريم
لهنا باش تنفي مريم تعذيب أمها لها وباش تحكي رواية جديدة للي صار. نهار الحادثة في القايلة وفي الوقت اللي كانت أمال ورجلها يلموا في القصب، كانت مريم تعاون فيهم. طلبت منها أمها باش تروح للدار تحضر فطور بوها. ما تلافة تقريبا روحت أمال للدار، تلقاها داخلة بعضها وما هيش مخملة، ومريم ما طيبت شيء، بالإضافة أنها كانت مربوثة وداخلة بعضها. شكت أمال أنه مريم كانت مع خطيبها اللي سبق ونبهت عليه ما يجيش للدار في غيابها، هذاك علاش اتغشت عليها وضربتها. حاولت مريم ترضيها لكن أمال خرجت ورجعت لخدمتها. روحتنا نجا الدنيا كما هي، ما لمت شيء، نجا ما عملش بابا. أول ما دخلت عليا كده دخلت قبالة نجا شعرها مشعش، لو كنت لكن كنت أنا لا كنت أنا. يا قولي لي وين كنت يا شكون بحذيك ما بتش لقيت لي لأنا هنا لقيت لي وين كنت، قلت لي لما كنت خطة في بلاص. قلت لها أنا ما بيش نصدق، جيت قاسبة قدامي اختفت قاسبة قدامي وزفتها بيعنا زفتي رؤية ريك ده نوطة ريك ده فوق البيت. ضربتها نزفتين ودرت نضرب في روحينا، كديت نضرب في روحينا دارت تحز في على روحي تقول يا ماما خايت يا ماما تدوخي يا ماما تدوخي، انا مريضه عندي مريضه بالاعصاب فمن نطيح ندوخ. بدات تحز في حتى انا طلعت لبرا وهي تحز في، قلت لها بري مدي التليفون نهزه، هزيت التليفون ماما حنا ماما حنا، قلت لها لا سايبي. بدات تهدي فيا قالت لها تمشي وتطيحي غاديك، طلع جاني الموت ما نولي يهمك شيء انت حاسه بيا وجيتي حاسه بيا ما تعملش فيا الاميل هذي وانت بتسمي على راجل كل مره عامله حكايه كل مره عامله مشكل. الاربعة نتاع العشيه روح علي القى أولاده الكل بما فيهم رؤية يلعبوا قدام الدار ومريم الداخل في الكوجينة. قعد نص ساعة وخرج باش يمشي للبشاشمة. في الوقت هذا ملك تقول أن أختها الصغيرة استفزتها فضربتها وخنقتها بالمخدة. أول ما نحات المخدة لقاتها فقدت الوعي، طلعت للسطح وعيطت لأختها الثانية اللي كانت ماشية تقرأ. رجعتها وطلبت منها باش تعاونها في تفريغ الشكارة من الدبابز اللي فيها ودخلت تجري للدار. حطت رؤية في الشكارة وخرجت وقالت لأختها أنها باش تمشي تلوح الزبلة. حبت أختها تعاونها لكن مريم ما خلتهاش، أما هزتها تونسها في الثنية. قلت له فرغت الشكارة كانت فيها الدبابز فرغتها وحطيت فيها أختي، أختي بنتي الصغيرة اللي عمرها 8 سنين، روحت من القراية الخامسة تفرغت معها الشكارة. قلت لها أقعدي في قدام الدار لين نغبي البوبيل، قعدت هذيك البرة وذيك مشيت عبت البوبيل، عبت البوبيل عمتك قلت لها هاي لوحنا ماك البوبيل لوحت، جت تمسيها بنتي الصغيرة ضربت على يديها قلت لها ما تمسيش رزينة ما نجمش، طلعتها من البوبيلة وحملتها وهزت لوحتها في الشارع. معناتها هذه اللي عمرها 8 سنين ما عرفت الحكاية كوش الحكم يسال فيها، يمكن هي قالت له كي راني هنا كي مشيت اللوح مشيت مع اختي بنتي هكا هاو. بنتي وقتها تصدمت عايت فردات وقالت باش اختي مثلا هي صار اختي نهزت اللوح فيها في البوبله. اول ما وصلت للارض هذه خليت الشكاره ومشيت لدار عمها على اساس تلوج على اختها رؤية. الفتاة هذه أو المتهمة في قضية الحال خلقت أكثر من رواية وأكثر معناها من تصور، وكانت كل مرة تقحم أطراف القضية، بداية بإقحام والدها مرورا بإقحام والدتها كذلك اللي معناها وجهت لها تهمة العنف، قالت والدتي تعنف فيا ذاك علاش رديت الفعل تجاه معناها شقيقتي الصغرى. لليوم مريم شادة صحيح في الرواية هذه ومعطات حتى تفاصيل أخرى. الرواية النهائية والرواية المستقرة اللي قالت فيها كل شيء تقريبا أمام السيد حاكم التحقيق بالمكتب الخامس اللي أعطت الحقيقة كاملة واللي قالت معناها فيها أنه عملية القتل هذا كانت بدافع الغيرة فقط. في الأثناء تم إطلاق سراح خطيبها لأنه إلى حد الآن ما فماش دليل يأكد أي علاقة ليه بالجريمة. أكثر من 4 روايات صرحت بهم مريم بنت 16 سنة حول مقتل أختها. هذيك بنتي وهذيك بنتي، هذيك تحت التراب وهذيك ميتة بالحياة. أكثر قهرة
حياتي في قلبي في اخواتها في داري هي مريم. ريتي تو بعدها هي الدنيا ظلمت، الدنيا سودت، خلت لي كابوس في حياتي، الدار ولد غولة بعدها. روايات متضاربة وتفاصيلها مختلفة، واتهمت أكثر من طرف فيها. فهل باش تكون هذه الرواية النهائية لحقيقة اللي صار الرؤية بنت 3 سنين ونص نهار الحادثة، وإلا تنتظرنا روايات وحقائق أخرى؟ الجواب أكيد في قادم الأيام. إذا فيكم شكون عنده معطيات على هذه القضية نجم يتواصل مع فريق الحقائق عبر الرقم اللي تشوفوا فيه.